الشباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه الصبيحة من يوم 4 سبتمبر 2024 تمت عملية انطلاق المكاتب المتنقلة. هذه المكاتب التي مستخلصة من 14 مكتبا، لذا فهذا الانطلاق تم بإذن الله بعدما اكتملنا كل ما يتعلق بأسباب والوسائل اللوجستيكية والمادية والبشرية لهذا الحدث. نحن في موقع من مواقع البدو الرحل، يعني مجتمع للبدو الرحل في إقليم القلعة، على أساس أن تتم عملية تصويتهم. احنا منتخبين، دائما ننتخبوا هذا الانتخاب بتاعنا، وجونا ثلاثة واش راهم دايرين في الانتخاب باش يتنصروا في الانتخاب. حنا نحاولوا تتنصر بلادنا، نكونوا في مفرشين بالقطن ومتغطين بالقطن، والهنا ما كانش. لا، حنا نحوسوا على الهنا ونحوسوا على المعيشة، والحمد لله المعيشة رانا عايشين، اللهم لك الحمد، ونحوسوا ربي ينصر المخاليق هذيما اللي مترشحين، واللي جا منهم ربي يبارك فيه، اللي جا منهم ما عندناش. هذا جزائريين، جزائريين ونحبوا النصر للجزائر، بلادنا نحافظوا عليها، نشتوا بلادنا لها النصر. ان شاء الله مبروك علينا، وان شاء الله ربي يوافق في العباد والبلاد والرئيس اللي جاي، وان شاء الله يعطينا بالهناء والصحه والعنا، وربي يوافق فيه الرئيس اللي باش يترشح، وربي يبارك في العباد والبلاد. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر.